السؤال اللي بعده بيقول لك: خطفتي أحمد رمزي من مراته وبعدها فاق ورجع لمراته تاني وسابك. لا أبيض. تجوزتيه قد إيه؟ 17 يوم. 17 يوم؟ هقولك ليه؟ طب ليه 17 يوم؟ أنا كتبت كتابي وكنا بنشاهد فيلم مع بعض. هو طلق مراته ومتخانقين وساب، بس عنده بنت باكينام ربنا يخليها له ويحميها يا رب، فبيعبدها بيحبها. وانا كنت مطلقه من احمد فؤاد حسن وفي مود وحش، قال لي تجوزيني احمد رمزي، وانا كنت احلم حتى اشوفه. احمد رمزي طول عمره عنده حاجه مجنونه كده. هو مجنونه كده لذيذه. فقلت له ما عنديش مانع. رحنا في نفس اليوم كتبنا الكتاب، جاء اخوه الدكتور حسن وكتبنا الكتاب ورحنا سيرنا في القاعه الذهبيه. جالي تاني يوم الاستاذ الملاخ قال لي عايزينك في مطار تي دبليو اي في نيويورك. مش عارفه الطيارات في امريكا كل ما شركه الطيران لها مطار خاص بتاعها خاص في تي دبليو اي، تفتح المطار تحت جناح الطياره على الهوا كده مباشر. قلت له يا ريت تعالوا. قلت له احمد الموضوع؟ قال لي سافر. انت عارفه احمد تربيه انجليزيه فري خالص فري ما عندوش اي مشاكل. فقلت له طيب. رحت مع الملاخ، رجعت لقيته اصطلح مع مراته. قلت له حلو قوي الحمد لله من اولها كده. قال لي انا ما بقدرش ابعد عن باكينام. قلت له طبعا دي بنتك وحبيبتك وربنا يخليك ليها، واحنا ما خسرناش حاجه وما عملناش ببساطه يعني ما حدش متضايق يعني. كاند وتعشينا وانبسطنا وضحكنا، وصلني لغايه البيت عند مامتي خلاص. وبعد كده اتجوزت محمد الملا. لا ده كان خطوبه، ده كان قبل احمد فؤاد حسن. قبل احمد يعني قبل احمد فؤاد حسن. قبل احمد فؤاد بس حسن. احمد رمزي بعد احمد فؤاد حسن. ده كان خطوبه كده يعني. المولى ده كان قبل احمد فؤاد حسن. وبعدين اعترضوا اهله في الكويت وحاجات كده. اتجوزتي عرفي ولا اتجوزتي؟ ما اتجوزتوش خالص. خطوبه بس. خالص كنت صغننه خالص والله. نروح